السلام عليكم. في ظل الانتشار الشديد للسيارات الكهربية، سواء كنت حضرتك عندك سيارة كهربية أو من ملاك السيارات الكهربية أو نفسك يكون عندك سيارة كهربية إن شاء الله في الفترة اللي جاية، حضرتك لازم تفهم شوية معلومات أساسيين، لأن أنت هتبقى كل حياتك بتتعامل بنفس المفاهيم الخاصة بالسيارات الكهربية. زي ما شوفنا في الفيديوهات اللي فاتت ان احنا بنقسم السيارة الكهربية يا اخوانا لموتور والمتحكم في الموتور، ده السيكشن الاولاني. رقم 2 البطاريات والمتحكم في البطاريات او الباتري مانجمنت سيستم. فبقي مهم جدا ان انا افهم ازاي البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربية بيتم شحن هذه البطاريات. الفيديو ده هنبدأ نتكلم عن حاجة اساسية انا ملاحظ ان في ناس كتيرة جدا بتخطأ فيها، في موضوع التعامل مع شواحن السيارات. شواحن السيارات يا اخوانا في منها نوعين، في نوع شاحن بيسموه AC charger AC alternated current، يعني تيار متردد، زي ما انت شايف كده signal، تمام، تيار متردد signal sine wave بيسموها، او موجة جايبية قمة وقاع. الكهرباء اللي بتطلع عندي من الفيش بتكون 220 فولت اي سي، يبقى نوع الكهرباء اللي بتطلع عندك من الافياش من البيت 220 فولت اي سي، ده في حالة السنجل فيز. لو انا عندي فردة حية لاين ونيوترال وايرس، كابل كده فيه تلات اطراف لاين ونيوترال وايرس، هيدوني تمام كهرباء او سوكت فيش هاخد منها 220 فولت اي سي. في نوع تاني في الاي سي اللي هو 3 فيز، 3 فيز بيكون 380 فولت، وده ليه خمس اطراف، لاين واحد لاين اتنين لاين تلاتة ونيوترال وايرس. يبقى في حالة الاي سي يا اما تلات اطراف لاين واحد ونيوترال وايرس، دول تلات اطراف، او خمس اطراف في حالة التيار المتردد 3 فيز. يبقى انا عندي سنجل فيز 220 فولت اي سي، وفي عندي 3 فيز 380 فولت اي سي. فمهم جدا انا ابدا افهم الشاحن اللي انا هستخدمه، الكابلات اللي انا هستخدمها، هل هي سنجل فيز ولا 3 فيز. يبقى التشارجر في عندي سنجل فيز و 3 فيز، الاثنين دول اي سي تيار متردد. بعد كده في عندي شواحن بتشتغل بالدي سي، الدي سي اختصار لكلمه دايركت كارنت، يعني تيار مستمر، وهو اللي بيستخدم مباشره في المفروض شحن البطارية، البطارية بتشحن دي سي. طيب لو انا ركبت عندي في البيت، ركبت تمام كابل وشحنت بيه السيارة وهو اي سي، لازم يكون جوه العربية او جوه السيارة كونفرتر بيحول من اي سي الى دي سي، لان احنا قلنا قبل كده البطارية بتاعت السيارة بتاكل وتشرب كهرباء شكلها دي سي، يبقى البطاريات دايما بصفة عامة بتاخد دي سي. طب انت الظاهر ليك ان انت مركب لها اي سي، يبقى لازم يكون في كونفرتر يحول من اي سي الى دي سي عشان تاخد البطارية الكهرباء او شكل الكهرباء اللي تناسب معاها. تاني، شكل الكهرباء اللي تناسب مع البطاريات ايه؟ دي سي. يبقى انا لازم ابقى واثق ان البطارية جوه هتاخد دي سي. لو المصدر عندي اي سي يبقى لازم يكون في كونفرتر هيحول من اي سي لدي سي. طيب لو انا جبت شاحن اصلا دي سي، يبقى انا ممكن اشغل او اركب الكهرباء اللي هتطلع من الشاحن اللي هي الدي سي توصل مباشره على البطاريه. فاحنا قلنا ان في اون بورد تشارجر، يعني عباره عن شاحن راكب جوه العربيه، فايدته بيحول الاي سي الى دي سي يتناسب مع شحن البطاريات. طيب الدي سي هو بيطلع دي سي اصلا، تمام، فبيدخل على البطاريات عشان يبدأ يشحن البطاريات. يبقى مهم جدا هتقعد دلوقتي تلاقي نفسك حد يقول لك الشاحن ده اي سي ولا دي سي. يبقى اي سي تيار متردد 220 فولت اي سي سنجل فيز ثلاث اطراف، او 3 فيز خمس اطراف، ده في الاي سي. او شواحن دي سي اللي احنا بنسميها شواحن التيار المستمر او الشواحن السريعه شويه، تمام، اللي هي الدي سي. طبعا هنشوف الاشكال بتاعت الافياش او السوكت البلج الخاصة بالكابل، وبناء عليه نعرف شكل الكابل ده، هل الشحن هنا اي سي ولا دي سي من خلال السوكت بتاع كل سيارة. طبعا معظم السيارات بتدعم
الشحن الاي سي والشحن الدي سي، وهنشوف الاون بورد تشارجر بالتفصيل ان شاء الله تعالى في الفيديوهات القادمه. يبقى مهم جدا في الفيديو ده ان انا بتكلم عن انواع التيار اللي موجود او انواع الجهد اللي هو اي سي تيار متردد او دي سي. اي سي في عندي سنجل فيز 220 وفي عندي 3 فيز 380. الدي سي في عندي تمام كهرباء بتطلع دايركت كام فولت دي سي بيشحن البطاريه مباشر. من الحاجات المهمه جدا اللي الناس بتخطأ فيها موضوع الحسابات، انا عندي معادله يا اخوانا بتقول الباور بي اللي هي الاكتف باور بتساوي اي في في، بي بتساوي اي في في، بي بتساوي اي في في معناها ان القدره بالوات تمام بتساوي شده التيار اللي هو الاي الكرنت مضروب في فرق الجهد. يبقى انا لو انا عايز احسب التيار بتاع الشاحن كل اللي هعمله هاخد الباور بتاعة الشاحن ده البي واقسمها على قيمة الجهد. بس لازم اخد بالي هل المعادلة دي ثابتة في الكل؟ قالك لا، طبعا احنا المعادلة بتقول باور بي بتساوي اي في في، لو انا عايز احسب الاي يبقى بي على في. ده ابسط قانون للباور القدرة الفعالة اللي بنسميها بالوات. في قانون تاني بيقول بي بتساوي اي في في كوزاين فاي، واحنا قلنا قبل كده الكوزاين فاي هو الباور فاكتور. يبقى انا لو عندي باور فاكتور 9/10 لازم اضرب في الباور فاكتور في الكوزاين فاي تمام، 95% اضرب في 95%. يبقى القانون التاني بي بتساوي اي في في كوزاين فاي. الاثنين دول طبعا البي بتساوي اي في في بس ينفع يشتغل على الدي سي تمام، والبي بتساوي اي في في كوزاين فاي ده في حالة السنجل فيز، ولو كان الباور فاكتور بواحد يبقى القانون رجع تاني، يبقى بي بتساوي اي في في ينفع في السنجل فيز. والجهد هنا في السنجل فيز زي ما قلنا 100 مرة 220 فولت. طيب في حالة 3 فيز بيمشي القانون؟ لا، في حالة 3 فيز الباور بي بتساوي جذر 3، ما تنساش جذر 3 في الاي في الفي كوزاين فاي. لو الباور فاكتور بواحد يبقى جذر 3 في الاي في الفي. لما تيجي تحسب قيمة التيار اي يبقى هتقسم الباور على جذر 3 تمام مضروبة في مين؟ مضروبة في قيمة الجهد في حالة 3 فيز اللي هو كام؟ 380 فولت. يبقى انا لما اجي احسب يقول لك والله انا هحسب سيركت بريكر اللي هو القاطع اللي هيبقى مناسب عشان اركب عليه الشاحن، او الامبيرات اللي بتبقى موجودة على الشاحن، يقول لك الشاحن ده 16 امبير او الشاحن ده تمام 32 امبير او 63 امبير وهكذا. القيم دي بيجيبوها من فين؟ ثلاث معادلات، بي بتساوي اي في في، بي بتساوي اي في في كوزاين فاي، بي بتساوي جذر 3 اي في في كوزاين فاي. البي بتساوي اي في في دايما في حاله الدي سي، بي بتساوي اي في في، يبقى انا اقسم الباور مقسومه على الفولت يديني شده التيار. لو انا عندي اي سي سنجل فيز 220 تمام هستخدم بي بتساوي اي في في كوزاين فاي، ولو الكوزاين فاي بواحد يبقى خلاص ترجع للقانون اللي قبله بي بتساوي اي في في. لو انا 3 فيز لا، لازم احط جذر 3 في الاي في الفي، الباور بتساوي جذر 3 في الاي في الفي، وبيكون عندي الفي في الحاله دي ب 380 فولت. ان شاء الله هيبقى في فيديو تمام على مسائل عمليه وشواحن فعليه من شنايدر ومن اي بي بي ومن سيمنز واي شركه شواحن تانية، ان شاء الله تعالى نشوف القدره الموجوده على الشاحن ده كام وات، و بيدعم او بيسبورت لحد كام امبير، اقدر اسحب منه لحد كام امبير، وهل هو سنجل فيز ولا 3 فيز ولا دي سي. يبقى الفيديو ده بيتكلم عن شواحن السيارات الكهربيه وايه الانواع المختلفه، الانواع اللي موجوده في البيت العاديه اللي هي بيسموها اي سي تشارجر تمام، وده بيبقى فيه منها سنجل فيز و3 فيز، في عندي الدي سي تشارجر وده بيدخل دي سي مباشر على الشحن البطارية. طبعا لما يكون عندي اي سي وعايز اشحن بطارية، البطارية دي سي فلازم ادخلها في النص تمام، جهاز الكتروني يحول من اي سي الى دي سي. الفيديو كان عن السيارات الكهربية وشواحن السيارات الكهربية والمفاهيم الاساسية اللي عايزين نرسخها عند الناس عن السيارات الكهربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.